توضح بالي يعني انت شايف ان تقول انت ان الفن وخرت عن الزباله، زين ولدك سليمان ليش يبي يكتب مكاتب مسلسل ودار في كل الشركات الانتاج؟ زين شلون انت يعني شلون ما تنصحه؟ انت مو شايف ان وخرت على الزباله؟ ليش ولدك يحاول انه يدش الزباله اللي هي الفن؟ استغفر الله العظيم، الواحد يعني يحزن ان فنان كبير يتكلم في الطريقة مهما كان.